استتباب الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين يرجع إلى عودة النازحين إلى ديارهم مع تعاونهم مع القوات الأمنية من أجل بسط الأمن. بجهود مبذولة من أبطال فوج الإمام محمد دري حشد الدور، خطة أمنية موسعة في قضاء الدور ونواحيها بالتنسيق مع لواء التاسع الأبطال بتوجيه من أمر الحاج أبو صادق الحلي. مثل ما تشوفون خطة أمنية عندنا موسعة في جو الحار هذا، تدقيق المعلومات وتشيك الأسماء المطلوبة والوضع الأمني في قضاء الدور الحمد لله والشكر مستقر. قضاء الدور يشهد استقرارا في الوضع الأمني بجهود القوات الأمنية والاستخباراتية وتعاون المواطنين في القضاء على الإرهاب. الوضع الأمني جيد جدا بجهود القوات الأمنية، الحشد، الشرطة، الجيش، يعني ما شاء الله الحياة الطبيعية والوضع الأمني بحيث يعني جيد جدا فوق الدرجة الأولى. أكيد المواطنين صار شينا يعني صار بينا بعد ما حد يقدر يعني هسه بحيل المواطنين كلهم متعاملين ويا الحشد كلهم كعشائر كشباب كمدنيين كالكل متعاملين ويا الحشد يد بيد. خطة أمنية تكللت بالنجاح نفذتها قوات الحشد الشعبي في قضاء الدور بالتعاون مع الجهد الاستخباراتي والمواطن. من قضاء الدور لقناة سامراء الفضائية محمود الكنعاني.